أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخر وزير الصناعة والتجارة اهتمام مملكة البحرين بالارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية مع اليابان، وذلك من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في البلدين لتنمية وتنشيط الاستثمارات المشتركة وتنمية وتطوير علاقات الشراكة بين الجانبين. جاء ذلك لدى اجتماع سعادة بالسيد نورهيكو إيشيغورو رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية جيترو بحضور سعادة السفير أحمد محمد دوسري سفير مملكة البحرين لدى اليابان وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين، وذلك على هامش زيارة رسمية التي يقوم بها الوفد الاقتصادي رفيع المستوى إلى العاصمة اليابانية طوكيو. وخلال اللقاء استعرض سعادة العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين والإمبراطورية اليابانية والسبل الكفيلة بتعزيز آليات التعاون بينهما في كافة المجالات وبالأخص المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية، كما وتم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.